واعتقد لما يشوفوني اكيد بيتغاضون عن العمر. ايش داو؟ انا تحريت بما انكم صديقاتي توقفون وياي وبتساعدوني احقق حلم الطفوله. هي بس ايش قايل بنساعدك؟ المساله تبالها واسطه. انا رايت الواسطات القويه نص اللي في البلاد انا مشغلتنهم. عندي لك واسطه بتفرج فر مره في التلفزيون، اعرف وحده تستوي حق مدير التلفزيون، بنت مرت خال اخت بنت ام، يا ردتهم بالرضاعه اللازم. يا ردتهم وبالرضاعه ولازم. منو هاي؟ انا ام خماس صاحبه مطبخ المحماس واللي ما بتظهرون ميزايه. انتي وراي وشوفوا واسطه ام خماس شو بتسوي. السلام عليك يا ابو عوشة. وعليكم السلام. عاد من غير ما اقول لك انا منو اكيد عرفتني. سامحيني خالتي ما عرفتك. وش قايل ما تعرفني؟ وش قايل ما تعرفني؟ انا بنت مرت خال بنت ام، يا ردكم بالرضاعه لازم لازم لازم. مو بلازم تلزمين، مو بلازم تلزمين. كيف ما ألزم؟ لازم ألزم اصلا من اللزوم. اني ألزم عليه اني شغله معلاوي مذيع عندهم في التلفزيون. هاي فكره جميله. منو جميله؟ الزبده. شو قلت؟ هاي فكره جميله، ليش لا؟ هذا شيء بعادي ولا بتقليدي، انا ممكن اشغلها مذيع في يوم التراث عندنا في التلفزيون. شفتوا واسطتي؟ علشان تعرفون انكم ما تطلعوا من ازايه. على فكره انا ممكن اشغلكن كلك المذيعات في هذا اليوم. حشه مو بواسطه عليك يا مخماس، شغلونا كلنا. يا ابوي انت فاهم غلط، احنا بس نباك تحقق لام علاوي حلم طفولتها ويكون كثر الله خيرك. وليش انت ما تشتغلن وياها؟ نحن محتاجين لاكثر من مذيع في يوم التراث. يا خالاتي وين الوطنيه؟ شو الوطنيه يا جماعه؟ الوطنيه هبد وينشرب، الوطنيه تنبع من الذات، وكل وحده منكن بعطيها 30,000 درهم عن هاليوم. ها؟ هي الوطني انا، انا وطني. يلا تفضلوا، هون غرفة الميك اب. يا ويلي بتكون كتير شغل. مخماس فرجيني وجهك شوي. يعني انت شو ممكن اعمل لك؟ كل اللي فيه حطيلك شوية مسخرة. مسخرة؟ انا تحطيلي مسخرة يا مسودة الوي؟ يا الله شو صار؟ شو بها هاي؟ معقول؟ استهدي بالله يا مخماس، استهدي بالله. شان فيك خير تعالي هني، انا اللي بخلي وجهك مسخرة يا المسخرة. زيهو عن طريقي. أعزائنا المشاهدين حياكم الله ويانا في برنامج ميالس الشعرة. يا حافظ علينا. هاي أبو أحمد شو بتعد علينا من القصايد اليوم؟ يقول أبو أحمد ونيت ونات الون... لحظة أول خلني أعد أنا هالقصيدة وبعدين أنت. أم سعيد يا بنت العرب يا طيبة الأصل والساس، من غيرها يسجي ويصب قهوة قنادها يعدل الراس، لوه الخبيل منها شرب يصبح حكيم يدرس الناس. وسلامتكم. أنا بسمع الحاضرين. شله شله شلك طهف يا بوي، احنا هنا نبغى نسمع قصايد وبس، شغل مشاوح ما نبقى. أف اللي بعده، بس قبل اللي بعده بعد عليكم هالقصيدة. أعزائنا المشاهدين والآن مع برنامج أم خماس أطيب. اليوم بنقدم لكم كيفية عمل الصالونة. نجيب جدر ماي ونعق فيه اللحم والخضرة، تدين استوت الصالونة.
من أجل الاسترخاء وحياة سعيدة وهادية. هي لازم ما تاكلون شي مولية. هي ولا تسوون شي في هالدنيا غير النسيان. هي وانسوا كل اللي صار في حياتكم. هي لأن النسيان نعمة ما حد حاس فيها إلا مسلوم. سمعتوني؟ هي انسوا، ناموا، ارقدوا. هالأشياء اللي العيايز يسوونها هالأيام في الأعراس صعب، لازم ما يروحون عند مال الفرقة ويقولونهم يقصون على الصوت، وبعدين ما يشلون مضرب عطر فاضي في جيبهم ويقولون حق اللي تلف العطر تحط لهم شوية. هذه الأفعال خيلي بعدين خوبين. والآن بنقدم لكم تذكر أول شيء شربته؟ كان عنك أبداً ما يغيب، مفاجئ الكل، صدق إنك رهيب، دايم تذكر شرب الحليب سر النبي. المراعي الرواسب بالغسيل بتسبب روايح كريهة، غيري من مسح البودرة لبرسيل جل. برسيل جل رقم واحد في إزالة البقع، وكمان بيشيل الرواسب اللي بتسبب روايح كريهة. لأفضل نظافة غيري لبرسيل جل الجديد. 400 فريق واحد بس بيكون تكسب بطولات أكثر، تلعب لحالك ما حد ينافسك، جربت تملك أغلى شيء هذا وهذا، جربت تملك المستقبل، جربت تفوز بقلوب الناس. بدأنا الهبوط نحو مطار سير ماجد الدولي، واسمك باقي الكل يتذكره. جيمات نجيب العينة ونجها في الزيت وتريد استوت الجيمات. في حلقة اليوم من جمالك يا سيدتي بقولكن آخر صيحات الموضة بالنسبة للبراجع. آخر قرضة نازلة هالأيام قرضتها للعين، وبالنسبة لشعوركن الطريقة السحرية في المحافظة عليها، هاتن شوية ياس ودقوه وحطوه على شعوركن. ومن أجل صفاء وجمال البشرة مو لا تحط المكياج، ما شي يخرب البشرة شرحت المكياج. ها شوفوا ويهي ايش قايل، أنا غاوي من استويت وما أحط هالخرابيط على ويهي. ويقولكم قطع بوتيلة غالية هالأيام في السوق، بس كل شي بالمكاسر يرخص. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، أنا سعود الكعبي أرحب بكم في برنامج الميدان، وخليكم مع حكمنا اللي بتختار بطل اليولا لهذه السنة الفنانة الكبيرة أم خماس. أحذركم اللي ما يعرف يول يطلع من الحين ويخلصني، ما فيني أجلس أربع ما أدري خمسة أسابيع، ليه ما تطلعون واحد واحد من الأول؟ اللي يشوف عمره نص ونص يضحى ولا يحرق ويها ويصدع لي راسي. وين طاحت الغطرة من على راسكم بسوالكم؟ مفهوم؟ شو أونكم بس يغوني بسجبات اللعوب اللي عندكم؟ هلا هلا والله ومرحبا، والله انت شرف وايد غاوي، ومن الأول بقولك بس ما حصل فرصة.
بس أبشركم كنت في الطريق عالجوه في أحد المستشفيات الحكومية وهو الحين بخير الحمد لله، والآن مع أم هلاوي والنشرة الاقتصادية. موجة الانخفاضات تعم جميع الأسهم بعد جني الأرباح، ومن هنا والأحد الأسود والاثنين الأسود يأتي الثلاثاء الرمادي والأربعاء الأصفر، وبعد قليل نوافي هوامينا الأعزاء بحالة الأسهم الدولية. مشكورة أختي أم علاوي، والآن مع النشرة الرياضية وأم سلوم. نشت ولا بعدها هاي؟ أكيد بتنش بتنش. جبوا عليها كعد ماي خلها تقوم. في فريقين اليوم لعبوا، واحد فاز بس ما ذكر منو، وفي نادي غيروا المدرب مالهم 3 مرات، عاد أي نادي وأي مدرب بعد ما تذكر. وفي التنس فريقين بعد تعادلوا، لكن لو تعطوني بس كم من دقيقة بخبركم. مشكورة أختي أم سلوم، والآن مع حالة الطقس وأم مسعيد. الشمس مشمسة في الإمارات ودول الخليج، وطول السنة حر حر حر. وننتقل إلى الشرق الأوسط، الشمس بعد مشمسة وحر، وبعدين ننتقل للقارة الهندية. ولا ما في داعي، كلهم هني عدنا وهني حر. هوب هوب، ايه شو هالخربطانها، يلا نجلع نجلع كنفليس. هاي أخبار رسمية من تلفزيون محترم، شو هالخرابيطاي ذلفن. يلا الحين نحن نقول خرابيط؟ والله لو ما الوطنية كما شفتنا هني. أي وطنية أي بطيخ، انتو دمار للوطن الله يقردكن، وضربة اطراق وكفل الإعلام العربي. بس الشرها هب عليكم، الشرها على اللي يشغل ناس ما لهم أساس في الشغلة. برع ذلفن برع. ممكن راغنة لمبلة راغنة راغنة، والله راغنة. أنا مخماسة راغ. لا حبيبي لا عيوني، أنا مخماسة روح ما نراق. خوز عن دربي يا وطني. أنا وطني. هيه ذكرت أم خماس، تحيديني يوم تسأليني من 40 سنة وين مدخن أمك؟ عاد أنا الحين اتذكرت، خليت ورا باب حجرتها. أم علاوي أشوفك يمي ما ترمسين، ليكون زعلانة على حلم الطفولة؟ لا أم سعيد حبيبتي، ساعات الأحلام مو بشرط تكون جميلة. اكتشفت أني أبداً ما أنفحك هالشغلة، وهالشغلة ما تنفع لي. هي لأنا أعتقد أني كان لي مستقبل باهر بهالشغلة، بس ما حد أعطاني فرصة. هي يا أمي قالوها من زمان، لو كل من يان ونير ما تم في الوادي شير. بص العيايز مر مشحون، يتعلم من كتبه وقرايه، ادخل حسن واظهر حسون، اكتبوا لهم ديك ودياير.
البصر العيايز مر مشهور يتعلم ان كتبوا قرايه دخل حسن والظهر يحسون تبولهم ديش ودياه الكبار ما يحتاج يقرون عيالهم عنهم كفايه يوم هي ونوى ودشون سروا البراجع في الوقايه يبغن وظيفه تلفزيون ولا مهندس للبنايه عيالهم باتوا يصيحون وحق الري القاله وبرايه